الله أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يقلب الليل والنهار ويكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، جل وعز وتقدس وتنزه عن والدة وولد وند وشبيه ومثيل ونظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ووحدوه، وأطيعوا الله ورسوله تفوزوا وتسعدوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن عبادة الله عز وجل هي توحيده بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، ولا تجوز أذية الله عز وجل بسب الدهر وسب الريح. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فلا يسب الدهر لأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يصرفه ويقلبه بأمره سبحانه. قال الطبري في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. وعن مجاهد في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، قال الزمان. وعن قتادة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، قال ذلك مشركو قريش، قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر إلا العمر. قال الطبري رحمه الله تعالى: وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الشرك كانوا يقولون: الذي يهلكنا ويفنينا الدهر والزمان، ثم يسبون ما يفنيهم ويهلكهم، وهم يرون أنهم يسبون بذلك الدهر والزمان. فقال الله عز وجل لهم: أنا الذي أفنيكم وأهلككم، لا الدهر ولا الزمان، ولا علم لكم بذلك. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، لأن الله هو مقلب الدهر ومدبره. ففي الصحيحين عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب لا تسموا العنب الكرم، لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإن شئت قبضتهما فإن شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر الذي هو مر الليل والنهار، وهم في ذلك فريقان: فرقة لا تؤمن بالله ولا تعرف إلا الدهر، إلا الدهر الليل والنهار اللذين هم محل للحوادث وظرف لما يحدث من أقدار الله عز وجل، فنسبت المكاره إليه على أنها من فعله، ولا ترى أن لها مدبرا غيره، ولا ترى مدبرا غيره. وهذه الفرقة هي الدهرية التي حكى الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفرقة ثانية تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان. وعلى هذين الوجهين كانوا يذمون الدهر ويسبونه، فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهر ويا بؤس الدهر. وفي زماننا يقول بعض الناس سابا هذا اليوم، وسابا هذه الحالة، وسابا هذا الوقت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا ذلك من مذهبهم: لا تسبوا الدهر على أنه الدهر، فإن الله هو الدهر. يريد والله أعلم: لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنع بكم، فإن الله هو الفاعل له. فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله وانصرف إليه. ومعنى قوله: أنا الدهر، أنا ملك الدهر، وأنا ملك الدهر ومصرفه، فحذف اختصارا اللفظ واتساعا في المعنى. وبيان هذا في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا الدهر بيد الليل والنهار، أجده وأبليه وأذهب بالملوك وآتي بهم. وقال ابن النحاس: يجوز فيه نصب الراء من قوله أنا هو أنا الله إن الله من قوله إن الله هو الدهر، والمعنى: فإن الله معمر الدهر، فإن الله معمر الدهر، أي مقيم أبدا، مقيم أبد الدهر. إخوة الدين، إن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. إحداها سب من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه
أولى بالذم والسب منه. الثاني أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو من عند شاتمه من أظلم الظلمة. وإشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو الله تعالى، هو المعطي الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فسبهم للدهر مسبة لله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحب الموحدين وأكرمهم، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون عباد الله. علمتم أن سب الدهر محرم، وكما ذكر ابن القيم يدخل في الشرك، لأنه جعل الدهر هو المدبر وهو النافع الضار. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، فأذية الله محرمة لا تجوز، بل هي من عظائم الأمور. فاحذر يا رعاك الله أن تلعن يوما من الأيام أو اليوم الذي ولدت فيه أو ولد فيه أحد غيرك. حذاري 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 أن تقع في هذه المحظورات التي كثرت عند بعض الجهال، فتعاطوا اللعن والسب، فيلعن فلانا وفلانا، ويلعن يومه وحالته، ويلعن الحر والشتاء. فالله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيحين عندما قال: أنا الدهر، أي أن الله هو خالق الدهر، هو مقلب الدهر، فمن لعن حالة أو يوما فهو يلعن الله، تعالى الله عن ذلك. فاحذروا أيها الموحدون أن تشوبوا توحيدكم بشائبة. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعينك التي لا تنام، واحرسهم بركنك الذي لا يضام، يا قوي يا جبار.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخر رخاء وسائر ولاة المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخر رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا المنكرات والمظاهرات والثورات والربا والزنا والغلا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسائر ولاة المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا. اللهم أغث البهائم الرتع والعجائز الركع والأطفال الرفع والأطفال الرضع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن أحبنا وأحببناهم فيك ولمن أوصانا ووصيناهم بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.